مساء الفل، يا مساء الجمال، تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم على الهواء مباشره. والستات اللي مكسرين الدنيا يا جماعه، لازم اقول لكم حاجه قبل ما اصبح على سوير. انا سوير اتغيرت، سوير عملت تيك توك يا جماعه. وايه بقى يعني الافيه العادي؟ ان انا لو كنت انا اللي عملت التيك توك وقمت عملت كل حاجه، لكن الفكره في ان التيك توك اللي اتعمل امبارح ده سهير هي اللي عملت الاداء. تحيه يا سهير، صباح الفل يا سهير. عيطتي كده؟ انا عايزه حد يعيط. سحلانه قالوا سحلانه. لا والله افيه كان رائع، الناس كلها اعجبوا بيكي وشافوكي بشكل مختلف. صباح الفل والجمال والاشراق عليكم وعليكي يا مفيده. طبعا مفيده انا بقالي شهر بحضر في التيك توك. البركه في مفيده يعني. بعتهولها بقالي ثلاث ايام بعتهولها عشان بس تركز. ان هي بعدين بقى ايه، تعالوا شوفوا في اثناء ما احنا بنعمل تيك توك. اولا هي فاكره ان احنا هنطلع نعمل تيك توك اللي هو عادي. قلت لها يا بيبي احنا لازم نحط الصوت على الصوت. والله ما اخدت 5 ثواني، عملته في نو تايم. شوفوا انا هطلع لكم المواهب بتاعت سوير. ايه في مثل بيقول ايه، احنا الهولي ماندو النهارده، احنا إيه؟ ربنا حمينا، احنا ايه؟ احنا ايه؟ بس الشقاوة فينا، الشقاوة فينا بس ربنا حمينا، بس ربنا يهدينا. على كل حال يعني الستات دايما اصلي، ودايما هما بيبدأوا حاجة حلوة ان الناس بيقلدوا. طبعا من ضمن الحاجات المهمة برضو عشان نقول تحية للحلقة بتاعت امبارح، ميرسي جدا على الرد الفعل الرهيب اللي انتوا دعمتونا بيه. ممكن يكونوا الجمال الستات الحلوين طلعوا في اكتر من مكان، ولكن ما يميز الحوار امبارح بجد اللي انا حسيته ان هو كان من القلب. يعني احنا ما كناش بنعمل حوار تلفزيوني، احنا كنا بنعمل حوار انساني. فميرسي جدا على التعليقات بتاعت حضراتكم. ودايما دايما انا وسهير بنتمنى، وده اهم حاجه عندنا، ان احنا دايما نبقى عند حسن ظنكم. لا هو في شخصيه رائعه منهم هي اللي طلعت عشان قصه الماجستير، ويمكن وفي محاولات لبرامج تانية ان هم كان عندنا الميعاد يوم الاثنين، فكان في ناس بالظبط هي التجميع قبلنا، لكن هي اول مره ان الثلاثه دول يطلعوا مع بعض. مجهود خزعبلي فايزه، مجهود خزعبلي من شخصيه رائعة مبهرة. يعني دول اللي كانت قاعدة جنبي، لا اللي كانت هنا، لا انا كمان دول هم التلاتة اروع من بعض. بس بركة مصر هم الناس دي. لا دي اللي هي ام اسامة بنت البيت وبتعمل ديكور البيت طبعاً. وبتحفظ قرآن وبتتابع امية وبتعمل وعي وبتقول لهم زي محاضرات، وما عندهمش تلفزيون على فكرة. والحاجة يعني دول ناس بالفطرة. انا بس ناسي اسم زبيدة. الحاجة زبيدة، ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا قالوا هي جاية على الست شوية، بس انا عايزة اقول لكم مش دفاعا عنها. الست دي 87 سنة، دول الست دي عملت اسرة. خلي بالكم في الصعيد من 87 سنة لما ست تقف لجوزها تقول له مفيش خلفة، مفيش، مش هخلف خلفة غير لما العيال ابقى ضامنة ان يبقى ليهم بيت، وتنزل وتروح وتناقش موضوع الميراث وتاخد حق جوزها وتجيب الارض اللي بنت عليها البيت. فطبيعي جدا ان نوعيه الستات دي بتبقى ليها شخصيه وليها مدرسه. دول ثلاث مدارس عظيمه موجودين في مصر، محتاجين نعمل عليهم سبوت لايت. لا ينطقون الا حكمه، يعني كلامهم كله حكم وافعالهم كلها اراده. مفيش هزيمه رغم ان كل حاجه ممكن تهزمهم، الظروف تهزمهم، السن يهزمهم، طريقه التعامل مع المجتمع، الظروف، ما الظروف شامله كل الحاجات، كل دي عوامل هزيمه هم انتصروا عليها كلها. ومع ذلك انت قاعده معاهم عزه النفس، الشبعه، الفكر، الرضا، الاحساس بان هم عملوا حاجه. بصوا انا دايما مؤمنه بحاجه، ودي كلامي مهم قوي للستات، ابقي مؤمنه انك بتعملي حاجه حتى ولو بتعملي صينيه مكرونه في المطبخ. يعني فكره ان انا ابقى مؤمنه ان انا بعمل حاجه حلوه ومهمه وان انا ليا دور، هو ده اللي بيخلي البني ادم ناجح، هو ده اللي بيديله القوه والعزيمه والانرجي ان هو يكمل. التلات عظماء اللي كانوا موجودين معانا كانوا مؤمنين بنفسهم قبل ما يبقوا مؤمنين باي حاجه تانية. لان احنا في الكواليس لما سالناهم قلت لهم انتوا التلاته ليه، واحده فيهم حاجه زبيده وام اسامه
ليه قررتوا انكم تكملوا تعليمكم بس بعد وفاة الزوج؟ قالت لا خلاص ما بقاش عندنا الحرية، ان هم عندنا خدوا حرية. حريتهم لانهم ما احترموا بقاش الزوج عندهم، والحياة الزوجية، وفي نفس الوقت عملوا الحلم، ما سقطوش في النص. ما هو ما سقطش بالتقادم، لا حلم يسقط بالتقادم طول ما في إرادة. الطموح يا جماعة، الفكرة مش بس العلم، فكرة الطموح، إن الناس دي عندها طموح رغم كل ظروفهم الصعبة، ما هزمتهمش ظروفهم أبدا، ولا أيدتهم ولا أولادهم ولا ظروف إن هم في الصعيد والفقر وكل والتقاليد الحاجات. والعادات والحوجة والشغل والعيال الكتير، دي وشفت 8 وشفت ودي أم أسامة ستة، شفت وستة أم أسامة ستة بابن بنت بابن، البيت، شفت حكت ازاي على رسومات البيت والديكور، وابتدت وفتحت ازاي الأوضة ازاي، وقعدت ازاي على الترعة حاطة بيحميها بس الزرعة بتاعت اللب. لا يا جماعة دول قصص، وزيهم ملايين ستات على فكرة. فكتاب الدراما أول نجوم اللي بيدوروا على نصوص، يقول لك أصل إحنا ما عندناش نصوص، لا عندكم الواقع قصص، ثلاث قصص مليان مهمين جدا قصص ملهمة جدا 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 وأعمار للستات مختلفة. دي، وفيها تفاصيل كتيرة جدا لو حد بيركز. دي مصر الحقيقية، مصر الأصلية. شكرا، لأن دول إن في أصالة مصر، روعة مصر.